بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم آمين وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجل وضوء يكفر. هناك ذنوب كبائر لا تكفر عند الوضوء، ولكنها تحتاج إلى توبة صادقة. وهناك ذنوب صغائر يكفرها الوضوء والاستغفار وأشبه ذلك، ما لم تكن متعلقة بحق الآدميين، فأن تعلقت بها وجب أداؤها إلى أصحابها لتبرأ ذمتهم منها. وباجتناب الكبائر تغفر. قال جل جلاله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمراد بالكبائر الذنوب العظيمة من حيث المؤاخذة وعظمة من عصي بها، وهي كل معصية تشعر بقلة اكتسار مرتكبها بالدين رقة الديانة. والمراد من الاجتناب ما يعم التوبة بعد ملابستها، لا ما يخص عدم فارغتها بالمرة. وأما الاجتناب بعد التلبس بها من غير توبها فلا تكفر. وجل الوضوء يكفر، أي يكفر الذنوب الصغائر. إلى عدم انحصار تكفيرها باجتناب الكبائر. قال جل جلاله: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث الشريف: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأراد بقوله وجاء، أي جاء في السنة الشريفة، إذ فيها من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني بسوء، غفر ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وكذا الصلوات الخمس، وكذا رمضان، وكذا الحج المبرور، والكل مشروط باجتناب الكبائر. كما في الصحيحين على معنى أنه إن كان هناك كبائر لا يكفرها إلا التوبة، لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى، لا الوضوء والصلاة. الوضوء ما بكفر الكبائر، وليس المراد أنه مع الكبائر لا يكفر شيء كما حذره النووي رحمه الله تعالى.
ثم المراد أن كل واحد من هذه الأمور صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن صادف كبيرة أو كبائر رجي أن يخفف عنه. وأن مصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له بها حسنات ورفعت به درجات. وأحسن من هذا أدى النلوب كالأمراض والأعمال الصالحة كالأدوية، فكما لكل نوع من أنواع الأمراض نوع من أنواع الأدوية لا ينجع فيها غيره، كذلك المكفرات مع الذنوب وتوزيع ذلك موكول إلى علم الله تعالى. وظواهر الحديث أن عبادات لا تكفر إلا إذا كانت مقبولة، والمراد أنها مكفرة للصغائر مع بقاء ثوابها كما هو مذهب أهل الحق، لا أنه يسقط ثوابها في نظيرها كما ذهب إليه المعتزلة. ثم أشار بعد ذلك إلى أحوال يوم القيامة وما يوجد فيها، وقال: واليوم الآخر، ثم هول الموقف حقا، فخفف يا رحيم واسعف. وواجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نصا عرف. اللهم اختم الصالحات أجالنا وتوفنا وأنت راض عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.